بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واخباركم جميعا، معكم مكرم من قناة نيو جود جيمينج، واليوم هنكمل سلسلة تختيم ريزدنت ايفل 3 ريميك. طبعا خلاص يعني خلاص المقطع السلسلة على نهايتها واللعبة على نهايتها، ف يعني بعد كذا ممكن اكمل ان اختم سلسلة ريزدنت بشكل عام بس اجزاء ثانية، فتقريبا المقطع ذا هيكون المقطع القبل الاخير. فالمهم ما علينا. طيب، اول شيء هتخلص من المسدس العادي ذا، لان تقريبا طلقاته مو ذيك القوه. هو صح ممكن يكون فاعليه اكثر لانه رشاش وكذا، بس انه يعني مو رشاش، بس انه طلقاته سريعه تقدرون تقولون، بس هذا الثاني طلقاته اقوى، فانا افضل الاول. اذا حابين تحتفظون بالاثنين عادي، بس انا اقول لكم انه يعني من باب انه توفير المساحه وكذا، فهمتم كيف؟ فتقريبا عندنا الحين المساحة ممتازة لحد ما. طبعا الكريه ذا موجود منتظر. يلا كذا كذا هننزل، بس اول شيء باخذ كذا فرع السريع اذا في شيء هنا او لا. ممتاز، ما في شيء، خلاص اوكي، على طول نخش. I must admit, I respect your tenacity, but I'm afraid our games end here. You think this is over? أنا كنت حاسس إنه ما يخلينا في حالنا ويتفرج كمان، الله يهديه. طيب الوحش ذا ترى أنا أكرهه مرة، يعني بالنسبة للسلسلة أسوأ وحش قد جاء قبل كذا في ريزدنت ايفل ريميك 2. والله إني أكرهه مرة، ترى صعب كمان انكم تقتلونه، ف انا يعني غالب الاحيان اني اتجاهله. المهم كسر الصندوقين. اوكي، اول فيوز عندنا. المفروض ان يبغونا نجمع اربع فيوزات، فاخذت واحد، كويس. سلحوا بالشوتجن على طول لأنهم مرة كريهين. ياهو، أخيرا ماتوا. خلى طاقتي حمراء، الله يهديهم. اوكي، هنا الظاهر انه في شيء بس على الناحية الثانية. المهم ما علينا. طيب المنطقة دي خلينا نشوف هنا ايش فيه من الناحية الثانية. شوف، طالما انه في وحش حبوب لحاله عادي استخدم المسدس العادي. مشكلتي اني اتوتر لما يقربون، اتوتر. ممتاز، واتأكد اني قتلته بشكل كامل. خلاص كويس، واخر طلقة بس للتأكيد. كويس. طيب الحين ندمج بالعشبتين من باب توفير المساحة. وهنا طبعا ما في شيء. ننزل الجهاز أول شيء. افتح افتح. طبعا هذه الشنطة فيها شيء جدا حلو، هذا عبارة عن تمديد الطلقات للشوتجن، فصار بدل ما يستوعب أربعة كحد أقصى صار يستوعب ستة، فهذا شيء جدا كويس.
طيب أول شيء هتوجه للغرفة دي. يعني وحشان وكريه كمان. هذا الوحش زي ما قلت لكم مرة لا تتعبوا نفسكم معاه لأنه جلده يتجدد تقدرون تقولون. فبس فكوا البوابة ده اللي هتودينا لغرفة الحفظ وخلاص أخذنا كل شيء تقريبا. خلاص يعني ما في داعي تقاتلون لأنكم كذا تضيعون رصاص وتضيعون وقت. اوكي باودر الحين نقدر نطلع رصاص الشوتجن اللي هو بالنسبة لي سلاح جيد. اوه ما توقعت اني اقتله بسرعة لانه الهنتر بالنسبة لي كريه شوية كريه جدا. خلاص الحين باقي لنا اخر فيوزة او ما ادري ايش المفرد حقها. يهو رغم اني متأكد اني ضغطت الوان بس يلا عادي الطاقة خضرة لساتها. طيب الحين ننزل نضغط الزر او المصعد ذا اساس انه يودينا الطريق. فضغطة واحدة طبعا. بقول لكم انه حاليا قاعد احضر المقطع جبار يعني ان شاء الله انه يعجبكم. فاللي ما هو مشترك لازم يلحق يشترك اساس انه لا يفوت المقطع. خلاص اوكي نكمل طريقنا. باودر من جديد. اوكي طيب في المنطقة دي تأكدوا انكم انتم متسلحين يعني اموركم زينة. وباموركم زينة يعني اقل شيء عندكم طلقات مسدس عادي وشوتجن هذا اقل شيء. وتوكلوا على الله. طبعا التجمع ذا ما يفعله غير قذف اللهب. ممتاز والله بدينا نورط شوية في المساحة بس إن شاء الله ألقى لها حل. حلو جدا جدا ممتاز. خلاص كذا اتوقع اننا اخذنا كل شيء في المنطقة دي فكويس. اخيرا خلاص الحين حرفيا اخذنا كل شيء حرفيا. واشغل لكم الخريطة اساس تتأكدون. فممتاز ممتاز ممتاز. طيب الحين ننزل ما فيني حال انزل للدرج فانزل عن طريق المصعد اوفر اوفر جود بالنسبة للجيل طبعا مو بالنسبة لي. اوه الحين الله يعين يعني
شايفين كيف؟ وذا منتظرنا. فاشردوا على طول على طول. لا تضيعوا وقتكم معهم ابدا. على طول ركبوا الفيوزات. طيب. 2 3 1. والله ودي اقتلهم بس احس انها تضيع للوقت. كمان ما يموتون بسهولة. اقل شيء ابغى اقتل ذا بس. اوكي. شيت. هي جات اواي. شرد. What was he doing in here? طيب هذا باختصار مقوي المسدس الماجنوم. وعلى فكرة يعني أنا الحين بحط اختصار مسدس الماجنوم بخليه سهم يسار، لأن أنا بالعادة دائما أخلي الماجنوم معليش عفوا قصدي سهم يمين. سهم يمين والشوتجن سهم يسار، يعني دائما أنا أسوي الحركة دي كذا كذا. تمام. طبعا في تخزين اللي يبغى يخزن بس أنا ما راح أخزن الحين. Tyrell. I got through. They're willing to negotiate. They'll call off the strike if, and this is one big ass if, we can deliver the vaccine to them before they launch. How long do we have? Hours, maybe. Then let's not waste one more second. This way. اوكي رجعنا للعب من جديد. باختصار انه هيجيبون اللقاح او المضاد. في نفس الوقت هم خايفين من التفجير اللي هيصير للمدينة. فبس هذا القصة باختصار يعني. اذا انتم واصلين هنا وما انتم فاهمين القصة فهذه القصة بشكل مختصر. اوكي طبعا اتوقع ان الباب ذا مقفل باحكام يعني صعب انه يخترق. بالنسبة للبوابة هذه بعدين تعالوا لها، حاليا انتم ما تحتاجونها. طيب غرفة الحفظ هذه فيها بودر وعشبة بس، غير كذا ما توقع في شيء. وهنا في برضو خريطة. ايش كمان؟ بس كذا كل شيء تمام. بس هاخذ مزيد من طلقات المسدس العادي لان احس انه محتاجه بقوه. اوكي طبعا ذا حاسس انه هيصحى فلازم
نتغدى فيه قبل ما قبل ما يتعشى فينا. ياهو مشكلتي فعلا اتوتر لما الزومبي يقرب، كمان حركتهم مرعبة نوعا ما. راحت العشر طلقات فيه كويس، لانه انا كنت حابب انه اضرب عصفورين بحجر، اطلق على الزومبي وفي نفس الوقت شو اسمه ده في نفس الوقت افجر الكرتون، ما ادري الصندوق. يوه ما ماتت ذي، هرجع لها بعدين. باودر ممتاز ممتاز جدا، وبرضو من هنا هنقدر ناخذ الـ USB. Override key successfully generated. What have we here? Override key removed. هذا اللي يفتح لنا البوابة هذيك. خلاص. To begin vaccine synthesis, place the materials in the chamber. ومن هنا هنحلل المضاد. فبس. وين راحت؟ شوفها. يهو. والله كذا مرة لا. وأنا مصمم إني أقتلها بالمسدس العادي، لأنها أقل من إن أنا أقتلها بمسدس قوي يعني. فا واو أتعالج. ممتاز ممتاز ممتاز. هنا على طول شوتجن مرة، المنطقة دي مرة ما ينفع ما غير الشوتجن لأنه في كذا وحش. فا إذا ما داكم تهربون عادي اهربوا. يوه ما زبطت المرة الثانية. طيب ندمج هذا على اساس يطلعنا الرصاص اللي هو هذا. ف كويس ممتاز. هذا طلقات الحين، هذا الرصاص مره ينفع مع وحوش الهنتر، مره جيد. اوكي باودر كذا نبدا الشغل الحقيقي لانه احتاج الشوتجن. باقي شغلات كمان في الدور الثاني. هنا في وحش كالعاده ما يسيبونا في حالنا يعني. ف خلاص كذا اخذنا كل شيء من المنطقة دي، بس برضو هتأكد. ممتاز اخذنا كل شيء زي ما قلت لكم، والحين الحمد لله البوابة انفكت. واتوقع ولا اقول خلاص اخليها مفاجأة لكم، هرجع له بعدين. يعني انا اضمن لكم انه هخرج من هذا المكان وانا مبدئيا مطفر، تقدرون
تقدرون تقولون هكون وقتها مطفر. فلا تستوون إذا عندكم يعني هذه الأغراض كلها، صدقوني هتطفرون. أول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد. بس ترى ذا ما يموت، ما أحس إنه يموت، فعشان كذا أقول لكم لا تتعبوا نفسكم معه. شفتوا؟ هيقعد يتحرك بالطريقة دي لأن خلاص. فعلى أساس لا تضيعون وقتكم. دقيقة. إيه فعلى أساس لا تضيعون وقتكم معه. خلاص خذوا الشغلات المهمة واشردوا. ممتاز جدا. شيء اخذنا كل شيء. اوكي الحين يعني لو انتم ما انتم متجهزين انصحكم تتجهزون، ومن الحين اقول لكم بنصيحه تتسلحون بالحمض هذا مره كويس. طبعا شايفين عددهم ما شاء الله تبارك الله، يعني هم لا حسد. روحوا للبوابة على طول واطلقوا، ثاني اطلقوا، تسلحوا بالشوتجن. حد ما يعني خلاص ممتاز. طبعا الهنتر ما يتضرر مع المسدس كذف اللاب بسهولة لأن طبقة جلده سميكة، فما يتأثر مع النار، يعني الطلقات النارية بشكل عام ما تتأثر معه. فأحسن شيء انكم تقاتلونه بالقذف القنابل بس اللي يطلع حمض، فهمتم كيف؟ فبس المنطقة هذه زي ما انتم شايفين في الخريطة اخذناها كاملا، فاحنا انتظرنا طبعا. احس كاني بذرت بزيادة عليهم بس عوافي. طيب من هنا هناخذ المحلول، اول شيء المحلول خلاص، وهندمج بينه وبين المحلول الاول. ذا من وين جاء ذا؟ عشان كذا أقول لكم الآدمي ذا مرة كريه، أو بالأحرى الوحش ذا مرة كريه. طيب في لها حل، في لها حل. شايفينه كيف ما راضي يموت؟ لا حول. اتوقع اني حطمت الرقم القياسي في العضات لليوم يعني، بس خلاص يعني في النهايه لا تشيلون هم، المنطقه دي افتكينا منها بشكل كامل. اوكي نتعالج. أنا نركب المحلول على طول.
طيب الحين في اللغز ذا المفروض اننا نسوي زي الموازنة نوعا ما، نخليهم كلهم اخضر، فهمتم كيف؟ فنحاول واحد، ايوه ممتاز، واو بسرعة. اخيرا جاي الحين، مرة مبسوطة. كالعادة نيمسيس ما يخلينا في حالنا، فا اوكي من المنطقة هذه ما اتوقع في شيء مرة، بس نروح هنا وننزل. رجع من جديد. كذا خليكم بس مسيدين، يعني الهزاز اللي على اليسار ال خلوه بس سيده، ما في داعي تحركونه لا يمين ولا يسار، يعني الله يعين. بسرعه بسرعه. اوكي وهنا وصلنا لغرفة الحفظ، فبالتالي وصلنا نهاية المقطع. فأحب أقول لكم لا تنسون اللايك ولا تنسون الاشتراك في القناة، لا تنسون أنكم تنشرون المقطع ذا لأكبر عدد ممكن من الناس اللي تعرفونها، سواء أصحابكم أو زملائكم، لأنه في الآونة الأخيرة الحمد لله بدأ عدد يعني الاشتراكات يزيد، فذا شيء جدا كويس.